هل سمعتم بالأهواز من قبل؟ ربما واسم لا يعرفه الكثيرون من أبناء العروبة حالياً. طبيعي هناك 20 مليون عربي في الأهواز، فمن الطبيعي أن تشاهد عمليات الاعتقال، عمليات الإعدام اليومي. هذا الفجور في الذي يمارس على عرب الأهواز وعلى غيرهم ناتج وناشئ للمافيا التي اغتصبت النظام في طهران. المشهد اليومي للأهواز هو يكاد أن يكون كل ساعة وكل دقيقة وليس كل يوم.